احترامي سيدي، العناصر كلها جاهزة. جاهزوا السيارات، نازل وراك. حاضر سيدي. شباب، المكان راح ندامه مكان خطير. أولاً مفتوح، ثانياً معبى مسلحين. أهم شيء سلامتكم، هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية ما حدا بيفوت قبلي، أنا اللي راح أقتحم وأنتوا بتساندوني، مفهوم؟ الموت سيدي. الله معنا. اطلع شوف شو القصة. علي المعلم. شو يا حسن؟ شو في عندك؟ مروان يا معلم، ما كبس على مستودعات فايز مثل ما كنا متوقعين، كبس على أكبر مستودع لأبو هادي وصفاه وبرجاله. أيوة، يعني أنت جاي تخبرني المختصر المفيد، وإنه هالمرة نفد. للأسف. إيه والله يا معلم، حس إنه في شيء غلط وحسب حسابه. بسيطة، الحذر لا يجي من القدر، وهذا الصبي حاطط راسه براسي، أكيد رح يموت. إذا مو هالمرة، المرة الجاي.